حاتم. ليديز ليديز فيرست. ليديز فيرست حاسس ان انت يعني جنتي وكده؟ حاسس ان انت ليديز. هتقلد لي حد؟ وبعدين؟ حد وانت هتحاولي تعرفيه. مش معقول يا جماعه مش طاير رجلي مش طايله الارض. هنيدي. بلوك 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 طبعا بلوك. حبيب كل البنات. رضا الشديد. صباح الخير يا حلوين. يا حبيبتي طبعا طبعا سيفها يسرى طبعا يسرى. يا فهمي ما تمشي عادي يا فهمي يعني مالك يا فهمي. بجد يا فهمي الفستان حلو بجد يا فهمي انا شكلي حلو النهارده يا فهمي. الاداء ده غدا عادل ولا ايه؟ لا لا دي انا زاهد يعني انا زاهد بس مش جايبه معايا. ما شكر الجمهور يعني فبيقول يعني بس لا مش عايزه اقول حاجه انا بس يعني بقول شكرا انكم جيتوا مالك؟ ايوه شفتوا 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 انت كنت جنبه وعايزاه يتكلم وعايزاه يتكلم شاي جاي. الإفيه ده من فيلم ايه؟ انا بموت يا فخري. جاءنا البيان التالي محمد هنيدي. مظبوط. هو كل من ركب الحصان خيال؟ اكيد ما كانش بيتكلم عن الحصان. كيف؟ لا ما صعب. لو كنت جاي عشان الورث فالورث راح، وكنت جاي زي ما بتقول عشان عمك فعمك كمان راح. قامت ماشيه كده. ايوه. وهو فضل واقف عند المقابر في الجنينه. وهي مش هتصدق. انت لو كنت جاي عشان عمك فاستنى استنى استنى. ايوه. لا دي ما كانتش مقابر، دي منى زكي. ايوه. ده استنى ده افريكانو. ايوه. يا ولد يا ولد يا ولد. تتحرق فوفا اكتر ما هي محروقه. الناظر. ايوه برافو برافو. طب قول. انا بابا يالا تيتو الله يرحمه خالد صالح. الجرأة حلو مفيش كلام. العظيم العظيم محمود عبد العزيز. زرزور. ايوه برافو. اكمل المثل اللي ما يشوفش من الغربان يبقى اعمى. لا تصاحب الاهبل ولا تعاشره ولا ايه؟ لا لا تصاحب الاهبل ولا تناسبه ولا تخلي الاهبل يصاحبك. هو مثل سهل قوي. طيب يا مأمنة للرجال يا مأمنه للميه في الغربان. طب ما انت شاطر اهو. عشمتني بالحلق خرمت انا وداني. لا لا انت فاهمه ان انا بقيته بقى انا عمري ما سمعت. وانا كمان عمري ما سمعت. لو داني خفت ولا الحلق جاني. ماشي طيب العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. صح؟ احلفي؟ والله العظيم. طب والله العظيم انا اللي اكيد الفت المثل ده. تبقى في بقك. وتقسم لغيرك. انت ست اللي عارفيني يعني في الحاجات دي. الشاطره تغزل برجل حمار. ايوه ايوه. قول خمس اغاني لراغب علامه في 10 ثواني. خمس اغاني لراغب علامه. خمس اغاني لراغب علامه كده تشغل قلبي. سهروني الليل. ايوه. قلبي عاشقها. ايوه. في دي واحده اخيره اللي باعنا اللي باعنا. ايوه. انت فشلت فلازم تغني اغنيه لراغب. قلبي عاشقها والعيون وهي وقلبها ما يرجون. حويتها واهلها ما يردون. يعني ما انا اكيد ما عرفتش خمس اغاني فده طبيعي يحصل. خلاص بقى عيب. خمس اغاني لمحمود العسيلي لو فشلت هتغني اغنيه العسيلي. مجنونه خايف من بكره لما تيجي واقابلك. تبات ونبات الفستان الابيض والاخرانيه. طب هي دي اختراع. لا 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 تترى. ده سالك سؤال بقى وعايز اجابه حقيقيه. ما تحكيش عن الناس يا بوش. لو بتحبي واحد ومش عارفه تقولي له وانتوا صحاب هتعملي ايه؟ لا هروح اقول له طبعا وجس نبض واشوف اذا كان في سكه ولا ما فيش. هتقولي له ايه يعني؟ اقول له بقول لك جاي ولا الدور الجاي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هقول له هو في فرصه لينا نبقى مع بعض ولا انت ممكن تعمليها كده؟ ايوه شخصيتي كده. ما انت بتهيألي انت شاهد على حاجه شبه كده. احنا ممكن نبقى مع بعض ولا ممكن نبقى مع بعض ولا هنضيع وقت بعض يعني؟ انا موافق. هي بشرى هتروح تقول له كده بالظبط. طيب لو انت في علاقه وعايز تنهيها من غير ما تجرح البنت تقول لها ايه؟ هو طبعا هيبقى العيب مش فيها، العيب فيا انا. وهتبقى اكيد تستاهل حد احسن مني. ايوه. وبشرى زي اختي. بشرى طبعا ياما زعلت ناس بنفس الطريقه دي. قلت لهم تستاهلوا حد احسن مني برضو على فكره، مش رجاله بس يعني. و هحاول ما بقاش بجرح حد يعني، بس هقول لها كده يعني. بس انت هتجرح في لازم اوصل لها ان هي احسن مني اكيد عشان كده احنا مش في حته عارفين نكمل فيها مع بعض.
ماشي، يعني انا هعدي لك الاجابه ولو اني مش مقتنعه قوي عشان عارفه ان انت تروبش. طب انا طب اقول لك ايه، طب انا عندي فكره، تيجي نتسابق من هنا لاخر الجنينه دي ونشوف مين هيوصل الاول. طبعا 1 2 3 ران. بنتنا اللي مش عارفه.